عامر معك 51 ثانية بس حتى تظبطه قبل ما يروح علينا المدار. طب مش الحال، بس بعد ناقصني اني ثبت الدعامة. الله عليك يا معلم، هذا هو دخلك. بينت عليك الشام من عندك؟ بينت. وخطر على بالي أكلة فول مرتبة. مش جديد. وانت شو الوضع عندك؟ مثل كل مرة. فهمت عليك. رجعنا لقصة الوالد. بس انت بتعرف انه كان رح يكون فخور فيك، فخور فينا وبالشي اللي عم نعمله. بعرف. امي بتضل بتقلي انه ابوك بكفي انه مات وهو بصفي الكرامة، بس بتضايق كتير. فهمت عليك. بس شوف كيف صار الوضع. الله يا زلمة، برأيك هلا مالنا عايشين عيشة منيحة؟ يطلع علينا نحن الاثنين يا رجل، وين صرنا ولوين قدرنا نوصل؟ كل واحد فينا جاي من ديرة. بعدين لا تنسى انه كان عم ينحكى بالتقسيم. ولو كانت سوريا متقسمة يمكن ما كنا لا انا ولا انت هون. ايه بلا. هلا يلي فهمته انه هو كان عم بيحارب لانه كان عرفان انه الوضع غلط وانه في بديل احسن، وليكو طلع معه الحق. خالص يلا رجع لك. يا شو عبالك تاكل؟ عصير كباب هندي ولا حبوب بطعمة الفول؟ مثل كل مرة. هي دولتي سوريا، شعب واحد، بلد واحد، ما بيتقسموا.